انا انا قيدوه من المستقبل لكن عند النتيجه اللي وصلت لها اليوم كانت نصائح اساتذه تذكرهم لي استاذ قاسم ثقوا بي انا اقول لكم ان ثانويه رادسلاوي باردون ثانويه جولان ابتدات تسترجع الايام الذهبيه نتاعها بفضل مجهودات وطاقمي الكوارا صراحه كنا كنشوف الثمانينات والتسعينات عشنا هذه الايام الذهبيه كفات علينا صراحه واحد المده والشكر الله يرجع لك ولجهود الخبرة ثقوا بي جائزة الكبرى التي ربما السنة سأقدمها للسيد المدير أنه تبوؤ تلامذة إن شاء الله جولان لمراكز تكون إن شاء الله ثم مباراة إن شاء الله فالشكر للجميع لجنود الخبرة أنا يعني صراحة أنا انبهرت السنة الماضية بالنتائج اللي حصلتوا عليها اسمحوا لي أشكر يقول هذا الشخص التميرة سيكون خاسي دونك السنة كانت نتائج جد رائعة قدام ديال الجولان راه هما اللي خداو الصغيرة لالتحاق بمركز الأقسام الكبيرة وداكشي شخصيا استقبله بواحد الارتياح لأن كاين الجنود وراء هادشي هذا فتحية للجميع